All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زين لها. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو. مقطعنا اليوم راح يكون ايش راح يصير لو زرت بيت عائلة الكاتفيش جاكسون، وراح نشوف قصتهم وايش وضعهم. فيلا نخش في المقطع. اولا مكان العائلة راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، بالقرب من قصر البريثويتس وبالقرب ايضا من مدينة رودز، وشكل البيت راح يكون زي كذا. طبعا لما تقرب من البيت راح تسمع حوار، اترككم مع الحوار. We ain't had food in the keep for weeks. Well, you ain't a babe in the crib no more. You full grown now, boy. Start pulling in your pieces. You'd only gamble or piss it away if I did. Damn maggot. Who the hell you think you talking to? You need to learn some respect. This is why Ma left. Look what happened to you. Pa, there's someone in the house. Nate. Go to your room. Yes, Pa. Get on out of here. Get on out, you hear me? Whoa there, partner. Just take it easy. Get the hell out of my house. Now! I said get the hell out of here. I won't kill you again. طبعا زي ما شفتوا كانت محادثة بين الأب وابنه، وعرفنا أيضا إنه الأب كان يسكر ويشرب بشكل كبير جدا وبشكل مفرط، وأيضا عرفنا إنه الابن اسمه نيت. طبعا زي ما شفنا سويا ارتفعت الأصوات بين الاثنين واشتد الحوار، وفي الأخير الأب جلد ابنه كف جامد غير ملامح وجهه. طبعا لما كشفونا هربنا من البيت. طيب صالح ليش هربت من البيت؟ لانه اذا قتلتهم ما راح تكون في فايدة، فراح نرجع لهم بعد 24 ساعة عشان نعرف ونستكمل ايش راح يصير لو. طبعا لما تيجي للبيت بعد 24 ساعة راح تحصل الابو سكران صح، وراح تحصله ايضا جالس في الكرسي. طبعا تقدر تخش البيت، ولما تخش البيت راح تحصل الابن في غرفته وراح يدور بينكم حوار. Hey, what are you doing in here? Paul, Paul, get in here quick. Hey, relax. I ain't gonna hurt you. You, you can't be in here. You need to leave. Get out of here. Stay away from him. طبعا زي ما شفتوا نيت راح ينادي ابوه باعلى صوت، وابوه فعلا راح يقوم من السكره وراح يجيك مدرع من اخر البيت وراح يهاجمك بمسدس ويطلق عليك. طبعا حنا دائما مستعدين، قدرنا نتفاداه ونمسكه. بعد ذلك جينا وقتلنا الابن نيت. طبعا الابو راح يحزن بشكل كبير جدا ويطلق بعض العبارات عليك ويسبك وزي كذا. طيب الان راح نطرح سؤالنا المعتاد، ايش راح يصير لو قتلنا الابن وخلينا الاب عايش ونرجع للبيت بعد فترة؟ I couldn't keep your mama, and I couldn't protect you. She doesn't know. She can't know. I should be the one dead, not you. You come back here after what you've done?
طبعا لما ترجع للبيت بعد فترة راح تحصل الأبو يوبخ نفسه يعني ويلوم نفسه كثيرا. طبعا زي ما شفتوا الأبو كان حزين جدا على فراق ابنه ووفاة ابنه. طبعا تدهورت صحته بشكل كبير جدا بسبب إفراطه في الشراب، يعني بعد ما خسر ابنه أفرط في الشراب بشكل كبير جدا وتدهورت صحته، ويعني شكله أبدا ما هو في صحة جيدة. خلوني أقول لكم حاجة، ترى هذا البيت فيه له أغراض قيمة جدا جدا جدا. على سبيل المثال راح تحصل دبل بارل شوتجن أو شوتجن الدبل بارل، وراح يكون جدا جدا قوي، وأيضا راح تحصل فلوس في المدخنة وراح يكون تقريبا $50. إضافة إلى ذلك راح تحصل رسالة حزينة جدا من أم نيت لابنها، وراح يكون محتوى الرسالة كالتالي: أنا آسفة جدا إني تركتك وهجرتك بهذا الشكل، أنا أحبك من أعماق قلبي، وأنا ما أقدر أعيش في البيت بسبب تدهور حالة أبوك بسبب الشراب، وأنه دائما يكون سكران، وأنه أيضا دائما كان يتهجم علي، ولهذا السبب أنا تركتكم. أنا الآن أعمل واستأجرت بيت صغير على قد حالي، وأنا مستعدة أني أشيلك معايا يا ابني ونبدأ حياة جديدة سويا. طبعا بعد هذه الرسالة أنا صراحة حزنت جدا على نيت، يعني كان عايش حياة ملخبطة جدا، ألف هنا باء هناك، مضاربة هنا سكرة هنا، فصراحة حزنت عليه، وحنا قبل شوية قتلناه، والله أخص علينا، أخص عليك يا صالح. طيب إيش رح يصير لو قتلنا الأبو وخلينا الإبن حي؟ Just leave. Tell me where you keep the money or I swear I'll kill you right there. The chimney. It's in the chimney. Just please don't hurt me. طبعا لما تقتل الأبو الإبن يعني راح يحزن بشكل كبير جدا، وبعدها راح يقول لك مكان الفلوس المخبى في البيت، وبعدها راح يقول لك إنها في المدخنة، وإنت راح تروح للمدخنة وتأخذ الفلوس زي ما قلت لك. بعد ما تأخذ الفلوس راح ترجع مرة أخرى لنيت، وراح يدور حوار بسيط آخر بينكم. It was him or me, and I chose him. What am I gonna do now? He's all I had left. You shut the hell up, or I'll make sure you join your daddy soon enough. طيب بعد ما قتلنا الأبو وخلينا الإبن إيش راح يصير لو زرناه بعد فترة؟ What the hell? Oh, I'm ready for you this time. You son of a bitch. Why you keep coming here? Let's finish this. طبعا زي ما شفتوا يعني والله صدمني صراحة، ما توقعتها منك يا نيت. قال هالمرة أنا جاهز لك، وبعدها راح يطلع سكين ويحاول يطعنك ويقتلك. طبعا هذه هي قصتهم، صراحة قصة جدا جدا حزينة، يعني بعد ما تعمقنا فيهم أكثر عرفنا أنه الأبو يعني كان دائما يسكر ودائما كان يتهجم على الأم والابن، وأيضا الأم كانت ما تقدر تدافع عن نفسها وهاجرت، ونيت يعني كان ما يقدر يختار بين الاثنين، يوقف بجانب أمه ولا يوقف بجانب أبوه، يعني كانت حياتهم جدا جدا مشتتة وجدا ملخبطة وحالتها حالة. إضافة إلى ذلك يجي آرثر مورغان يتنمر عليهم وياخذ فلوسهم، فصراحة أنا بعد ما تعمقت فيهم وعرفت قصتهم حزنت عليهم بشكل كبير جدا. وهذا هو مقطع إيش رح يصير لو لليوم. شاركونا في خانة التعليقات أيضا عن آرائكم حول هذه العائلة وقصتهم. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدز الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.